طيب خلونا ناخد من على الأرض مراسلينا زميلنا أحمد الحسيني اللي موجود دلوقتي في منطقة الزمالك. أحمد مساء الخير. أحمد مساء الخير، سامعني؟ أستاذ خالد أهلا بيك. مساء النور أستاذ خالد، أهلا بيك. أنا هنا في منطقة الزمالك، تحديدا في كلية فنون جميلة، دي لجنة رقم 30. احنا دلوقتي أستاذ خالد في فترة الراحة اللي هي بتكون من 3 لـ 4، طبعا بتكون فترة للراحة للسادة المستشارين والقضاة وأيضا العاملين بالداخل في اللجان الانتخابية. المفروض ان فاضل اقل من حوالي ربع ساعة او 15 دقيقة وتستعيد اللجنة هنا زخمها مرة تانية. طبعا كنا من الساعة 9 صباحا كان في اقبال كبير جدا من المواطنين، يمكن المواطنين اصطفوا هنا على اللجنة من الساعة تقريبا 8:30 صباحا بدأ توافد المواطنين، وبنتكلم عن فئات عمرية مختلفة، بنتكلم عن فئة الشباب، عن فئة كبار السن، وطبعا كبار السن كان ليهم الأولوية في الدخول، وبعد كده دخل الشباب على مجموعات متفرقة طبعا عشان ما يكونش في زحام داخل اللجان الداخلية. وطبعا احنا بنتكلم ان عملية انتخابية ميسرة ما بتاخدش اكتر من 2 أو 3 دقايق على الاكثر. في متطوعين طبعا بيساعدوا كبار السن على الدخول حتى اللجنة او معرفة لجانهم الانتخابية لو ما كانش عارف تحديدا هو لجنته الانتخابية فين، او لو ما كانش هنا كمان في كلية فنون جميلة في مدرسة اخرى او في منطقة تانية بيساعدوهم وبيدلوهم على الطريق. طبعا كمان ذوي الهمم يعني في مساعدة كبيرة جدا ليهم، سواء من تخصيص الكراسي المتحركة ومساعدتهم على الدخول الى اللجان، وطبعا بيستلمهم فيما بعد المستشار أو القاضي المسؤول عن اللجنة. هنا اللجنة رقم 30 هي اللجنة العامة رقم 30 مقسمة للجنتين، اللجنة الأولى هي اللجنة الفرعية رقم 2 وهي فيها عدد أصوات من الناخبين يصل إلى 9000 مواطن ليه حق الانتخاب في هذه اللجنة الفرعية. واللجنة الثانية اللي موجودة هنا كمان في كلية فنون جميلة هي اللجنة الفرعية رقم 3 وبيصل عدد المواطنين اللي لهم الحق الانتخاب هنا في اللجنة الفرعية رقم 3 إلى 8000 طبعا مواطن. طبعا احنا بنتكلم عن محافظة القاهرة اللي فيها عدد من المواطنين أو من الناخبين لهم حق التصويت في هذه الانتخابات لحوالي 8,200,000 أو أكثر كمان من 8,200,000 مواطن لهم حق الانتخاب على عموم محافظة القاهرة. طبعا الأجهزة الأمنية والشرطية كانت على أهبة الاستعدادات منذ احنا جينا هنا طبعا حوالي الساعة 8 صباحا أو قبل كده كمان كانت الأجهزة الأمنية موجودة ومأمنة المقار الانتخابية سواء هنا اللجنة اللي أنا فيها أو حتى اللجان الانتخابية اللي أنا عديت عليها وأنا في الطريق. طبعا يعني استعدادات أمنية غير مسبوقة. كمان المستشارين والقضاء استلموا طبعا اللجان الانتخابية بفترة كافية قبل بدء فتح اللجان في تمام الساعة 9 صباحا، وبالتالي احنا بنتكلم عن عملية انتخابية في اليوم الأول انتخابات رئاسية 2024 بشكل ميسر للغاية. عايز أكد تاني أستاذ خالد على الإقبال الكبير من المواطنين اللي شاهدناه وكان بيصطفوا هنا بالطوابير طبعا قبل فترة الراحة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي اللي هي بتستمر من 3 لـ 4. توقع طبعا ان بعد الساعة 4 هيكون في إقبال تاني من المواطنين ومتزايد مع قرب كمان غلق اللجان قبل الساعة 9 مساء. وطبعا عايز أكد أستاذ خالد على الفئات العمرية المختلفة سواء من الشباب أو البنات أو كبار السن أو أعمار سنية مختلفة متواجدة، وشفت كمان في أسر مصطحبة معاهم أطفالهم الصغيرين، وطبعا ده عشان يخلقوا فيهم حس الوطنية وحس إن هو لما يكبر لازم ينزل ويشارك بصوته في أي استحقاق انتخابي في البلد. إليك أستاذ خالد. أحمد أنا أولا بشكرك جدا على هذا الأداء الراقي في نقل هذه الرسالة، ويا بختك عم احمد قاعد في الزمالك وقاعد قدام فنون جميله، فطبعا لجنه شكلها شيك اهو وباين عليها فنون جميله فعلا. انا بدعوك ان انت يعني تاخد راحه كما اخذوا القضاء، وبعد كده هنكمل معاك على مدار اليوم ايضا في هذه الرسائل الموضوعيه اللي انا بشكرك عليها شكرا جزيلا.